بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، ما زلنا متواصلين معكم بانطلاقة رابع الأشواط بتعداد أشواط هذه الفترة الصباحية، وهو الشوط الثاني لسن الإجذاع القعدان وهذا المجتمع الجميل وانطلاقة الأسماء المتواجدة. نتواصل بالنداء للخمسة المراكز المتقدمة المتواجدة المندفعة بهذا الشوط. هنالك المركز الأول يتواجد على أول المراكز سوقان، من يتواجد على المركز الأول والمملوك لحمد بن محمد العاض المري ينطلق مع المقدمة ومع الصدارة. ثاني المراكز يتواجد على المركز الثاني شاهين لسالم بن فرحان بن خميس العنزي على المركز الثاني. ثالث المراكز هنالك التواجد من قبل المركز الثالث، ومن ينطلق على ثالث المراكز مهاجر لحمد بن مبارك ابو سعيد الخيارين. المركز الرابع نتابع النداء بتواجد رابع الاسماء، ورابعا هنالك مسعف لعلي بن حمد بن حيدان المري، وخامس المراكز يتواجد احد الاسماء المنطلق على المركز الخامس وينطلق بهذه اللحظات رياض لمحمد بن محسن بن جمعان المري، يتواجد على المركز الخامس. هذه اذا الخمسه المراكز المتقدمه والمتواجده والمنطلقه بنداءنا الاول وبانطلاقه هذه الاسماء التي تتواجد بقلب الحدث بتواجد هذه الشعارات التي تتنافس لنيل اول المراكز ولنيل ناموس هذا الشوط. إذا هنالك المقدمة يتواجد صغان بالانطلاق بتقديم المستوى الجميل، بتقديم أيضا الاندفاع الجميل الذي يتواصل به صغان وسلالة صغان، هذه السلالة العريقة التي تتواجد، وأيضا دماء الصغانية تجري بعروق صغان الذي يندفع وينطلق مع أول المراكز. حمد بصدام العاض المري يقدم لنا هذا الاسم الجميل مع أول المراكز. المركز الثاني يتواجد هنالك على ثاني المراكز مهاجر، من يريد المهاجرة بناموس هذا الشوط مهاجر المملوك لحمد بن مبارك أبو سعيد الخيارين. ثالث المراكز هنالك القدوم من قبل حراب لعلي بن سعيد العنزاني النعيمي مع المركز الثالث، ورابع المراكز وتابع هنالك راهي راشد بن سالم بن مسعود المري، وخامس المراكز يتواجد هذا الشعار البرشلوني المنطلق مع المركز الخامس، ومن يتواجد بهذه اللحظات الحذر لسالم بن عزان النعيمي، ومن شعار بن عزان تواصل مع الصدارة. نشاهد هنالك المقدمة، نشاهد انطلاقة صغان الذي يتواجد على أول المراكز ويندفع مع المقدمة ومع الصدارة. الله يا صغان هذا المتواجد والمنطلق مع أول المراكز، والمملوك لحمد بصدام العاض المري مع الصدارة ومع الانطلاق ومع الإبحار ببر الأمان وبأول المراكز. المركز الثاني نتأخر قليلا حتى نوافيكم ببقية الأسماء المتواجدة المنطلقة بهذا الشوط. المركز الثاني هنالك القدوم من قبل حراب، من أعلن الحرب بهذه اللحظات وانطلق مع ثاني المراكز. علي بن سعيد بن راشد العزاني النعيمي يتواجد شعار برفقتي هنالك حراب. المركز الثالث يتواجد بهذه اللحظات الحذر، حذاري من الحذر ومن هذا المسمى الذي يتواجد بهذه اللحظات الحذر المملوك لسالم بن عزان النعيمي. أبو غنيم إذن مقدم لنا الجاهزية التامة لانطلاقة الحذر مع المركز الثالث. المركز الرابع أتابع هنالك قناص المملوك لعيسى بن سلطان السند الهاجري، من اختنص المراكز وانطلق مع المركز الرابع. المركز الخامس يتواجد بهذه اللحظات راهي، من ينطلق بشعار بن مسعود ويتواصل برفقة راهي راشد بن سالم بن مسعود المري، ولكن أعود ليوافيكم بنداء إلى الثالث بعدما انقضى النداء الثاني. هنالك الصدارة وهنالك المقدمة وهنالك تواجد صغان مع أول المراكز. الله يا صغان بدأ يباعد المسافة وينطلق بالقيادة والرياضة
زيادة ويتواجد على المقدمة وعلى هنالك أول المراكز سوقان المملوكي حمد بصدام العاض المري مع الصدارة ومع المقدمة يتواجد بالانطلاق الجميل وبالاندفاع مع أول المراكز متحمل المسؤولية ومتحملا أيضا قيادة والريادة لمجريات هذا الشوط. المركز الثاني أرى القدوم من قبل حذر وصل من حذرتكم عنه من قدم في هذه اللحظات مع المركز الثاني الحذر المملوك لسالم عزان النعيمي. المركز الثالث يتواجد بهذه اللحظات شاهين من بدأ يحلق بشعار محمد بن مبارك البريد الهاجري مع المركز الثالث. المركز الرابع هنالك قناص عيسى بن سلطان بن مبارك سند الهاجري. والمركز الخامس وصل شعار مشهورة من انتصرت في شوطنا الماضي هنالك القدوم والوصول من قبل المتحد لراشد بن علي بن سيد الدعية المري. ولكن أعود بحضراتكم إلى الصدارة أعود إلى المقدمة وكلما عدت النداء أشاهد هنالك سوقان من يتواجد على الصدارة ومن يتواجد بالقيادة وبريادة هذا الشوط. الله يا سوقان يفتتح مجريات الكيلومتر الأخير ويباعد المسافة عن بقية الأسماء ويتواجد بالمقدمة والصدارة. سوقان إذا يتواجد مع المقدمة والصدارة. حمد بن صدام المري يقدم لنا هذا المسمى الجميل وهذا الانطلاق الرائع. الله يا سوقان المركز الثاني يتواجد بهذه اللحظات المنطلق مع ثاني المراكز راهي حمد بن متعب كما هو مدون حمد بن متعب العامري. ونذيع النداء على المسجل امامنا من يتواجد على المركز الثاني ثالث المراكز شعار بن عنزان. ولكن اعود مع المقدمه سوقان وايضا تواجد راهي وسوقان سوقان وراهي بن العاض وايضا على ما اعتقد هذا شعار بن فهيدة ما يتواجد على المركز الثاني من انطلق وغير الى المقدمة غير الى الصدارة غير الى اول المراكز. راهي 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 بهذا الاداء الراهي يتواصل مع الصدارة وينطلق مع المقدمة ومع القيادة والريادة وبتواجد حمد بن متعب بن فهيدان المري من يرافق هذا الانطلاق المميز ومن ينطلق برفقة راهي مع الصدارة. راهي يتواصل مع المقدمة وينفرد عن الاسماء ولكن وصل على المركز الثاني هنالك الصايل لمتعب بن عبد الله الفهيدان المري الصايل وراهي وسوقان. اللحظات الاخيره الامتار الحرجه ويظفر بناموس هذا الشوط ومع اول مركز راهي لحمد بن متعب بن حمد العامر. المركز الثاني كانت تواجد من قبل الصايل لمتعب بن عبد الله الفهيدان ثالث مراكز سوقان لحمد بن صدام العامر.